عدد 10 دول من الوفود العربية المشاركة في هذه البطولة دليل واضح وانعكاس على نجاح التنظيم كل عام لهذه البطولة، ونحن ندعم تنظيم البطولات العربية للناشئين في تونس، ونتمنى دائما إن شاء الله التقدم والازدهار للتنس العربي والتنس التونسي كذلك والرياضة العربية بشكل عام، ونتمنى دائما يكون التنسيق دائم والتعاون دائم بين جميع الاتحادات، ونأمل بإذن الله أن تصل الرياضة العربية إلى العالمية من خلال تضافر الجهود، ونتمنى إن شاء الله دائما أن نلقى اللاعبين العرب سواء كان في لعبة التنس أو أي ألعاب أخرى في منصات التتويج في البطولات العالمية. هذه دورات كانت تقام كل سنة في تونس، هذه دورة ناجحة، وإحنا مبادرة ومبادرة متاعنا كجامعة تونسية هي في تنظيم دورات للشبان، على خاطر الشبان هما مستقبل الرياضة في تونس، والمستوى متاعها كان مستوى شيق، على خاطر لاحظنا فيها مشاركات مغربية كويتية جزائرية ومغربية، وقاعدين نشوفوا اللي من سنة لسنة المستوى الناشئين والناشئات قاعد يتحسن، وإحنا الهدف متاعنا أنا زادة كعضوة في الاتحاد العربي للتنس، الهدف نتاعنا انا باش نحسنوا المستوى التقني لهذا اللاعبين، وان شاء الله نهار اخر راهم في المستوى العالمي وفي متوجين مع العالميين كما نشوفوا ان جابر ولا مالك الجزيري. انه من الدورات الهامه والهامه جدا، خاصه التقاء 10 دول كما قال سمو الامير، هام وهام جدا في تدعيم التنافس وتحسين المستوى نتاع لاعبي التنس في الوطن العربي. البطولة جدا ممتازة ورائعة، والإخوان والشبان والشابات كان هناك محبة وتآلف بين اللاعبين، كذلك في احترام مودة بين الزملاء المدربين. الفريق الخاسر نقول له هارد، وكل الفائز نقول له مبروك. حقيقة الشعب التونسي كله بشكل عام كله حقيقة نعجز نشكر مقابلة المحبة التضحية البذل البشاشة البذل من أجل راحة الضيوف. Nous sommes très heureux d'avoir participé à ces Jeux arabes en Tunisie. L'accueil a été très chaleureux. Le tournoi s'est déroulé dans de très bonnes conditions, sauf qu'il a fait un petit peu chaud. Les parties ont été intéressantes. Il y a eu du beau spectacle, du beau jeu. Il y a de bons espoirs. Et donc, on demande à ce que certains joueurs et certaines joueuses soient pris en compte et poussé pour aller et rejoindre le milieu international. Oh, I want you to stay.